وسينشأ هذا الأمل الكبير والإنجاز العظيم أسعد فريق أول سلفا كير مياديد رئيس جمهورية جنوب السودان وأيوقع نيابة عن جنوب السودان. قيادات حركات دارفور الآن على المنصة للتوقيع على هذا البروتوكول فيما يوقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي ويوقع عن دولة جنوب السودان الرئيس سيلفا. نحن نوقع هذا الصباح اتفاق سلام دارفور وهي 8 بروتوكولات النسخة بتاع الوساطة يمشي للرئيس فوق عشان هو يمشي يوقع هناك. العملية ده عملية طويلة شوية ما دايرين نجيب الرئيس ونرجعه، فأنا عايز أولادنا في سكرتاريات يتأكد إنه الرئيس يوقع في مكان هو قاعد فوقه. نحن عايزين نبدأ التوقيع. السادة فريق أول أمدان دوكلو ممكن أنت تبدأ التوقيع والأخوان يوقعوا، وفي هذه اللحظات أطلب من الأخت فنانة وهي بجنوب السودان التي يتغنى عن السودانيين السودان الشمالي والسودان الجنوبي أبونا أيويل لكي يتقدم عشان ما إنه يعطر بعض الأغنيات الوطنية السودانية ونحن في حفلة توقيع. أبوك أقوات 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 أيويل أدينا أغنى وطنية سودانية. أيها السيدة السادة ما زلنا معكم نتابع عمليات التوقيع على الشعب السوداني في شمال السودان في جنوب السودان حيث يوقع على الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو. وعن حركات دارفور الخمس قادت هذه الحركات دكتور جبريل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة وقائد